15 3 اول يوم ادخل او اول مره ادخل عمليات هنا في كليه طب اسكندريه جراحه جي اي تي جهاز عظمي اللي هو اصلا الراوند اللي انا شغال فيه يعني شغال فيه دلوقتي ودلوقتي خلاص فاضل 5 دقايق في الساعه 9 اول عمليه وعندنا امتحان جي اي تي اصلا يوم الخميس الجاي والنهارده الثلاث فاللي هو بعد بكره يعني بس ان شاء الله خير يعني متحمس جدا جدا كأول مره ادخل عمليه اوريدي داخل عمليه قبل كده بس كانت تجميل كانت حاجه خفيفه متحمس جدا للمره دي بس يلا جود باي اشوفكم بعد العمليه ان شاء الله لسه خارج دلوقتي حالا من عملية Paraumbilical هرنيا في جي اي تي حاجة عظمة بجد بس جاست عشان عندي سكشن دلوقتي الساعة 11 الساعة 11 و5 تقريبا فعايز اقول ان حاجة عظمة انا مبسوط قوي ما كنتش اتخيل ان انا ممكن يحصل كده هكمل الفيدباك بتاعي او الرياكشنز بتاعتي بعد السكشن ان شاء الله تظلمي الساعة 1 your favorite surgeon ان شاء الله حاجة عظمة بجد انا مبسوط هو انا عايز اكمل الفيدباك بتاعي بعد العمليات بعد اليوم بتاع العمليات يوم الثلاث اللي فات اول امبارح ما لحقتش اعمل بعد العمليه انا كنت وقتها كان عندي سكشن وقلت هعمل فيديو اكمل الفيديو فهكمله دلوقتي النهارده خلاص كده راوند الجي اي تي المهم هعمل بس الاهم حاجه دلوقتي عندي الفيدباك بتاعي على العمليات كانوا عمليتين Paraumbilical هرنيا والعمليه الثانيه كانت فيشر كان يوم لذيذ قوي يوم لذيذ جدا 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 صراحه كنت مبسوط قوي يعني طالع مبسوط قوي صراحه انا في عمليه الهرنيا Paraumbilical هرنيا كنت متوقع ان انا ممكن يغمى عليا او حاجه زي كده اصلا كنت حضرت عمليه كده كانت عمليه تجميل في الايد في مستشفى مطروح العام فكنت وقعت وقتها وضغط شويه وما كنتش مستحمل فكنت متوقع ان انا هقع او حاجه اللي هو بطن تتفتح قدامك وعمليه بقى وكده وحاجه قوي يعني فلا الحمد لله يعني كنت مستحمل مش عارف كنت مستحمل ازاي مش عارف ده حصل ازاي وحتى تابعت العمليه كلها وصورت طلعت منها وسط قوي مش عارف طلعت ما كنتش متوقع ان انا ممكن اكمل حتى دقيقتين بعد ما بيفتح لا ده كان كنت قاعد فوق كمان الدكتور اللي بيفتح قاعد فوق رأي فوق دماغي فكان حوار لذيذ قوي صراحة يعني وان شاء الله نكررها في راوندات ثانية او حتى غير الراوندات ثانية ان شاء الله ننزل يعني بس كانوا عمليتين اجمل من بعض صراحة خصوصا الهرنيا اتبسطت فيها جدا جدا استفدت منها جدا وانا اصلا بحب قسم الجراحة جدا يعني وهو حاجه جولز يعني انا ان شاء الله اشوف نفسي يوم في يوم من الايام ان شاء الله سيرجن في اي واحده من وحدات السيرجري يعني ان شاء الله بس يعني انا حط في دماغي حاجه معينه وقتها نبقى نعرف ان شاء الله عشان ما احبش اقول حاجه دلوقتي قبلها فان شاء الله ربنا يكرمنا في قسم السيرجري وناخد ماجستير فيه سواء بقى او نيابه او حتى زمالة او اي حاجة يعني بس انا ان شاء الله في يوم من الايام ان شاء الله اكون سر ان شاء الله باذن الله يا رب بس فكان ده الفيدباك بتاعي نكمل بقى الفيدباك بتاع الامتحان النهاردة والحمد لله عدى على خير الامتحان الاند راوند اللي هو الام سي كيو كان لذيذ الى حد ما مجست غلطة او غلطتين بس في الامتحان كان 17 سؤال للاسف بقى الاوسكي هو اللي كان فظيع جدا والدكتور كان بيسال يعني جنرال وتروبيكال اللي هو اصلا الراوند اللي فات او الفيديو اللي فات بيسال جنرال بيسال كمان في حاجه انيوريزم واحنا اصلا جي اي تي اللي هو يا اتقي الله يا دكتور فينا للاسف الدرجه ما كانتش حلوه حتى مش عايز اقولها يعني يلا ان شاء الله ربنا ينساها يعني احنا بناخد مناعه انا زعلان جدا صراحه وقلبي حاسس ان هو محروق جدا على ضاعوا مني دول ضاع مني كمية درجة وحشة جدا والدرجة كانت بتاعتي كانت وحشة بس الحمد لله يعني بناخد مناعة وان شاء الله ربنا نعوض في اللي جاي ان شاء الله باذن الله يا رب وبس
فالنهارده كده خلصنا النهارده استولى التاريخ 17/3 خلصنا راوند الجي اي تي وداخلين على راوند اليورولوجي يورو سيرجري بدايه من يوم السبت الجاي النهارده الخميس واليوم العمليات اللي حضرته كان يوم الثلاثاء اللي فات اللي هو يوم 15/3/2022 بس جود باي عايز اروح كمان مش عارف ايه خير ان شاء الله لسه كده خلصنا تو راوندز كده خلصنا جنرال سيرجري وخلصنا جي اي تي سيرجري يلا جود باي.